مشاهدينا مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وأنشطة جامعية. أنشطة اليوم ننقلها لكم من كلية الفنون التطبيقية، حيث ختام وحصاد مهرجان الفنون للطلائع والأطفال. تعالوا معا لنتابع فعاليات هذا الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا برحب بحضراتكم في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وبشكركم الحقيقة، انتوا اللي بشكركم، عشان يعني كان من ضمن اولوياتكم في التفكير ان اولادنا وبناتنا يجوا دورة زي الدورات اللي احنا بنقيمها في كلية الفنون التطبيقية. الحقيقة كثير من الناس بيستهين بهذه الدورات، ولكن الناس اللي بتفكر تفكير صحيح هي اللي بتحاول تنمي جانب مهم جدا من جوانب الاستمتاع في الحياة، وهو الجانب الجمالي. زي ما دايما بنقول ان هناك، زي ما احنا دائما بنقول ان هناك جانب ثقافي، لازم الواحد يبقى عنده معلومات كفاية عن كل حاجة، لازم أيضا يكون عنده ثقافة جمالية. هذه الثقافة الجمالية في نمو الأطفال وحتى عند الكبار حاجة مهمة جدا. خلينا الحياة بالنسبة لنا لو إحنا نظرنا لها من خلال هذه الثقافة الجمالية، هنجد أن الحياة فعلا ممتعة. وحول دائما الشيء البغيض إلى شيء محبب، الشيء اللي يعني الناس دائما تقول عليه لا ده مش كويس، أقدر أخليه شيء كويس. انا برحب بيكم، وشفت الحقيقه يعني الانتاج بتاع الاطفال ولادنا يعني في معظمه حاجات مبشره جدا، وكل واحد فينا الحقيقه في داخله فنان، حتى لو كان بيتهم نفسه ان يقول لا انا ماليش خالص في الحكايه ديت، انا ما بعرفش ارسم، انا ما بعرفش الون. لا، هو الفن مش رسم والوان فقط، ولكنه ايضا تذوق. يعني كلكم على الاطلاق كده، يعني طالما الإنسان بيقدر يختار لبسه هو خارج الصبح وبص في المراية ويهندم نفسه ويظبط نفسه في قدام المراية، بيبقى عنده تذوق جمالي. أي حد فينا الحقيقة بيشوف شيء جميل يقول الله، دائما تجد كلمة الله ديت مرتبطة بالشيء الجميل، لأن ربنا سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. الحقيقة احنا حريصين جدا ان احنا في كل صيف وبداية كل صيف ان احنا نقوم مثل هذه الدورات، لان هو ده دور كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بجانب الكليات المتخصصة الاخرى، ان احنا ننشر ثقافة الجمال وننمي ما يسمى بالخبرة الجمالية. الخبرة الجمالية الاطفال ولادنا دولت ان شاء الله ما يبقى عرفوا حاجة اسمها مساحة، وعرفوا حاجة اسمها خط، وعرفوا حاجة اسمها لون وكتلة وظل ونور وما إلى ذلك، هتتكون لديهم الخبرة. وزي ما لعبت الكورة ولعبت الألعاب الرياضية الأخرى بيتدربوا عشان عضلاتهم تقوى في
بما يفيد نوع الرياضة. احنا عندنا نوع اخر من التدريب اسمه تدريب العين. تدريب العين لان ترى الجمال اللي خلق الله سبحانه وتعالى في الكون، واللي احنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نوجد هذا الجمال في الكون. الجمال الحقيقة بيبدأ بان احنا نخلي اطفالنا الصغيرين دول يبقى لديهم حرية الاختيار فيما يقتنوه. يعني عايز اجيب انا بسكوت معين للولد، خليه هو اللي يختار، طالما ان هو داخل في نفس السعر اللي احنا بنتكلم عليه او اتفقنا عليه هو اللي يختاره. هو يختار في البداية الشكل الكويس، ثم تتكون لديه خبرة عن الطعم وعن المذاق وما الى ذلك، وبالتالي انا بدربه. اما اكون بشتريله بدلة او يعني ما اقولوش هي دي بس، لا، هو اللي يختار الشكل القميص او التيشيرت او خليه يجرب. وهذه التجارب بتخلق نوع من الخبرة اللي احنا بإذن الله تعالى محتاجينها بقى في المجتمع، بحيث الولد لو شاف في البيت مكان مش منظم هو نفسه لا يروح ينظم المكان دوت، لأنه خلاص بقى عنده ما يسمى بالخبرة الجمالية. هيبدأ يحرص جدا على نظافة البيت، لأن النظافة هي أولى مراحل الجمال. هيبدأ يلاقي الكرسي بتاع الأنتري أو بتاع الصالون معوج يعدله، طب لو في موجود في مكان معين لا مش موجود بشكل معين هيظبطه. هيحاول يخلي في اوضته تناغم في الالوان. وهو ده الحقيقه اللي احنا بنقصده من الدورات ديت، ان احنا فعلا نسهم معاكم كاولياء امور، نسهم في ما يسمى بالخبره الجماليه. انا برحب بكم تاني وسعيد جدا جدا بوجودي معاكم، وانتوا اصحاب مكان، وبتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف اولادنا دول بقى اصبحوا طلاب عندنا، بحيث يبقوا ان شاء الله تحت يعني ولايتنا، وباذن الله تعالى يكون يعني خبرتهم السابقه دي شفعت لهم ان هم يخشوا الكليه ويتفوقوا فيها باذن الله تعالى، ونقدم للمجتمع فعلا بقى اولاد جادين، يعني نصب اعينهم ان احنا فعلا نرتقي بمصر، وخصوصا في المرحله اللي جايه ديت اللي هيبقوا اولادنا دول هيبقوا هم عماد المجتمع فيما يأتي من أيام. أنا بشكركم جدا جدا وشكرا جزيلا. الآن توزيع شهادات تقدير على السادة القائمين بالتدريس والسادة الأطفال. تفضل يا دكتور. دكتورة دعاء أحمد خليل. ايوه منتظر ساعه. لا لو في حاجه دكتورة سالي احمد وحيد، عندنا اتصاليه. طيب ممكن انتظر. خلاص انتظر حضرتك. ماشي يا دكتور. مهندسه منى بيومي محمد. مهندسة إيلين توفيق فؤاد. ياسمين أحمد محمد أمر. شريف مجدي حسين. سلمى حسام الدين. يوسف حسام الدين. محمد محمود حمد. إسراء هريدي سيد. أحمد علي مسعود. فادي نبيل شحات. تقي باسم محمد.
فادي استاذ مجدي ده موظف عندنا وعنده اثنين من ولاده. استاذ مجدي علي صلاح احمد بس انه فنان اللي جاي ده هو ده حس كده انه فنان مريم تامر عبد العزيز منسقه سمر عبد الناصر نوران حسام الاسم اللي بعده جاهز نفسه محمد خالد محمد الاسم اللي بعده مروان محمد حسين ندى سامي عبد الغفور ريم محمد علي يا ريم قريبة من هنا فين ريم يوسف السيد السيد يوسف ده بص التلفزيون يا يوسف برافو عليك يا يوسف بس مبروك يا يوسف احمد عمرو ابن ريم ريم برافو يا ريم بص يا ريم التلفزيون احمد عمرو ريم محمد عبد المنعم نسمة أيمن محمد إن شاء الله خطوط سيئة يا عبد المجيد منى عادل محمد منى سارة نبيل شحات منا طلع محمد السيد محمد احمد عبد الرسول دينا احمد عبد الرسول عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أسامة معروف نوران محمد عاطف هات نوران هات نوران اللي بعديها عبد العزيز تامر غدير خالد حسن اسمك ايه اسمك ايه عبد العزيز نوران محمد عبد الرحمن نوران مين نوران محمد لارا خالد حسن نوران محمد شاطر نوران لسه نوران محمد شرف نوران برافو نوران برافو نوران عبد الرحمن عصام عبد الله عصام عبد الرحمن
في الدحينة. أخوك؟ مولانا عصام شفيق. مولانا عصام شفيق. منى جميل ده. ايه يا منى مصقه مبروك يا منى. بص الكاميرا عشان تعرف يوسف احمد فوزي. مشاهدينا، ويسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع دكتور دعاء خليل بقسم طباعة المنسوجات. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. مجهود جميل وحماسة رائعة من أولياء الأمور والأطفال والشباب اللي شاركوا معاكم في مهرجان الفنون للطلائع والأطفال اللي أقامته كلية الفنون التطبيقية. تكلمينا عن النشاط، وأنا شايفاكي متحمسة جدا للولاد وهم كمان حابينك قوي. ربنا يكرمك. نورت كلية فنون تطبيقية، وكل سنة تيجوا تشوفوا الإنجازات اللي احنا بنعملها. هو احنا كانت دورة لمدة شهر بنعلم الأطفال من سن 6 سنين لغاية 18 سنة. بنديهم كده على حسب كل حسب سن ايه الاحتياجات الفنية اللي محتاجين يتعلموها. وبصراحة الولاد عندهم حماس ان هم يتعلموا، يعني جايين حاجة مش في المدرسة، حاجة اكسترا، فعندهم يعني حب للمعرفة. فالحمد لله هم يعني بسطوا، يعني بسطوني انا شخصيا، يا رب هم كمان يكونوا بسطوا. علمتهم ايه يا دكتور دعاء؟ انا كانت معايا المجموعة اللي هي من سن 10 سنين ل 18 سنة. ابتديت معاهم، لو حضرتك فرجتي على المعرض، ابتدوا الاول ياخدوا الرصاص، ياخدوا الظل والنور، الكتلة، زي يعمل يرسم كتلة في الفراغ. خدنا كذا كدر بالرصاص، وبعد كده ابتدينا ندخل في الالوان. الولاد كان عندهم حب ان هم يتعلموا حاجات كتير، يعني عايزين يتعلموا طبيعه صامته، يتعلموا حاجات اشكال هندسيه، عايزين يتعلموا بورتريهات. عندنا زي ورانا كده في صور البورتريهات، ابداعاتهم جميله. وعايزين يتعلموا حيوانات، وجبنا كمان القطه. فحاولنا ان احنا نغطي الحاجات اللي هم نفسهم يتعلموها في مده الشهر. طبعا اخذوا المبادئ الاساسيه في تعلم الفنون اللي انتوا اديتها لهم. لا، ما هي كل مرحله عشان ننقل من مرحله لمرحله بيكون هذا من المرحله الاولانيه. المجموعه دي هيبقى في تواصل معاها بعد كده يتعلموا الجديد، ولا دي دوره وانتهت؟ هو احنا المفروض هي الدوره لمده الشهر، هم الولاد نفسهم يكملوا، بس مش عارفين يعني مع الاداره بقى وكده ايه الوضع. احنا عرفنا من دكتور علي خليل الخفيف ان هيبقى في استمراريه ان شاء الله للنشاط في الصيف ده. لا ان شاء الله، ربنا نتمنى لكم كل توفيق ونجاح. وهستأذنك نلتقي بقى بشبابنا الحلوين وطلائعنا اللي اتعلموا خلال الدوره دي، ونشوف ايه اللي اتعلم. تمام، اوكي. عندك هنا احمد جنبنا على طول. اتفضل يا احمد. جميل، اتعرف عليك الاول. انا احمد علي، طالب في الفنون التطبيقيه. حلو قوي، طالب في الفنون التطبيقيه. الحقيقه انت طالب في المهرجان صح، لكن حلو قوي النظره المستقبليه دي، ان احنا حابين الكليه وعايزين نبقى طلاب فيها ان شاء الله. في البداية أحب أوجه الشكر للعميد الكلية والدكتورة دعاء طبعا على المجهود اللي عملوه، فظيع جدا طبعا. في الأول كان في صعوبة، بس دلوقتي طبعا لا، في مواهب وحاجات بتظهر جديدة. يعني أحمد، أنت أول مرة تشارك في المهرجان؟ أول مرة بصراحة، دي أول. وحسيت إن أنت تعلمت حاجات كتيرة؟ تعلمت حاجات كتير بصراحة جدا، يعني ده غير الظل والنور وكتلة وفراغ، لا فهمت حاجات كتير جدا. الحاجات دي ما تعلمتهاش في المدرسة؟ لا، الحاجات دي بصراحة ما كنوش بيهتموا بيها قوي في المدرسة. يعني ما كنت بتتعلم ايه في المدرسة؟ كنا بنتعلم الرسم العادي، انسان يعني، بيوت، جبال، حاجات عادية يعني، ما فيهاش اللي هي مش متخصصة. لا مش متخصصة خالص. ورينا كده شغلك يا احمد، شاور لنا على شغلك. جميل، ده بورتري. وده برضه. الوانك جميلة يا احمد، احنا بنتمنى لك كل توفيق ونجاح، ونتمنى الاستمرارية في تعلم الفنون، وتبقى بكل فايده ليك ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي، دورك يا احمد. والله بشكرك. لسه مستمرين في لقاءاتنا مع شبابنا اللي شاركوا في مهرجان الفنون للطلائع والاطفال. الحقيقه شباب مبشر بكل خير. اتعرف عليكي. اسراء هريدي. اهلا يا اسراء. اسراء، انت خدتي شهاده تقدير جميله. يا ترى عملتي ايه خلال الشهر ده؟
اتعلمت حاجات كتير، واتعلمت ازاي ارسم وازاي الون وازاي ابدا من اول الرسمه اعمل ايه، الظل والنور ودرجات القلم الرصاص والتونات وازاي ارسم بورتريهات وشوش وجسم الانسان وكل حاجه. اسراء احنا شفنا شغلكم، شغل جميل ومبدع. ناويه تستمري في نفس المجال حبيتيه ولا السنه الجايه هتروحي مكان تاني وتتعلمي حاجه تانية؟ لا انا حبيت دوت وان شاء الله هاجي تاني، وكل مره هعمله وان شاء الله هاجي. برافو عليكي اسراء، اتمنى لك كل التوفيق يا حبيبتي. مشاهدينا مشاهدي قناه النيل للتعليم العالي، نشاط جميل ومتميز وحصاد رائع لبراعم واطفال حبوا ما يضيعوش اجازه الصيف كده هباء، جم علشان يتعلموا الفنون. اتعرف عليكم كده كل واحد يقول لي اسمه بسرعه. محمود. اهلا يا محمود. يوسف. اهلا يا يوسف. نورهان. اهلا يا نورهان. تقى. تقى. تقى اهلا بيك. علياء. برافو. محمد. اهلا يا محمد. عبد الرحمن. اهلا يا عبد الرحمن. نسمه. اهلا يا نسمه. انا ريم. علي. اهلا يا علي. عمر. اهلا يا عمر. عبد الله. اهلا بيك. مين معانا تاني شبابنا الجميل؟ محمد. اهلا يا محمد. منى. مصطفى، انتوا عملتوا ايه النهارده الصيف ده؟ انتوا انا مبسوطه منكم قوي، استفدتوا من الاجازه الصيفيه، طبعا هي لسه فيها فتره طويله هنستفيد بيها اكيد في تعلم مواهب تانية، لكن قولوا لي انتوا رسمتوا ايه؟ كل واحد بسرعه كده يقول لي ايه الحاجه اللي رسمها وموجوده في المعرض. ضفدع. ضفدع. نسيتي رسمتي ايه؟ بقره. فيل. سلحفه. رسمنا ايه تاني؟ فيل. بناتنا الحلوين الشابات الجميلات، يا ترى استفدتم من الدوره دي بايه؟ احنا عملنا بورتريه وخدنا الظل والنور والمنظور وخدنا الفن اللي هو الصامت وتعلمنا الحمد لله كل ده بفضل ربنا وفضل دكتوره دعاء الحمد لله. كمان كان في النسب، يعني كل واحد بيواجه مشكله في النسب، بس الحمد لله الدكتور الدعاء علمتنا ان احنا يعني نقسم ونقسمها مثلا مربعات صغيره تعلمت ايه يا علي؟ لا احنا كنا بناخد حاجات غيرهم خالص، يعني احنا عشان بنعرف نحدد وناخد الحاجات مظبوط فغيرهم، هم المفروض ان هم يعملوا مكعبات عشان يطلعوا، لكن احنا بناخد البورتريه بسهوله جدا. برافو يا علي، شكلك كده متمكن وان شاء الله فنان جميل، وتستفيدوا كلكم من اتعلمتوه السنه دي. اشكركم واتمنى لكم كل نجاح وتوفيق. مشاهدينا ومستمر اللقاء مع طلائعنا اللي شاركوا بفعالية وبجهد وبحماس في مهرجان الفنون اللي أقامته كلية الفنون التطبيقية. أتعرف عليكي؟ تقى باسم محمد. أهلا بيك يا تقى. سمارة عبد الناصر. أهلا بيكي. أمنة الله محمد. أهلا بيكو. يا ترى إيه اللي استفدتوه من الدورة دي وعرفتوها إزاي الأول؟ إزاي تعرفتوا إن في دورة بتقيمها كلية الفنون التطبيقية للفنانين الصغار؟ انا سمعت عن جهات كتير وخصوصا ليا ناس صحابي هنا في الكليه فهم لسه كانوا داخلين، فسمعت ان في دورات وفي في كورسات ليها اكتر من مجال مش كورسات رسم بس، فانا كنت حابه ان ادخل كورسات الرسم لاني كمان الحمد لله موهوبه في الرسم اصلا، فدخلت وفعلا ده حلو لانه كمان في مبادئ الرسم، يعني انا برسم حلو جدا لما ما عنديش مبادئ الرسم قوي، ففعلا لما دخلتها رسمت اللوحات بقت اجمل، يعني فعلا اضفت لمسه جمالية للوحات بقى احلى. اتمنى لك كل توفيق. عرفتي عن الكليه ازاي وعن الدوره وايه اللي استفدتي؟ انا كنت عايزه يعني اخد اي حاجه تنمي موهبتي او كده، فسالت ناس كتير جدا فقالوا لي على كليه فنون تطبيقيه انها بتعمل كورسات وحلوه جدا وكويسه وهتنمي وكده، فبس فجيت بقى على طول علشان اخد. ترى رسمتي ايه؟ رسمت طبيعه صامته ويعني الوان وكده فن تشكيلي. جميل. عرفتي ازاي عن الدوره وايه اللي اتعلمتي؟ عرفت عن الدوره، انا كنت في دورات قبل كده واصحابي الجروب اللي معايا يعني نتفق مع بعض وجينا هنا مع بعض. حابين ان انتوا تكملوا تاخدوا اكتر وتستفيدوا اكتر، يعني في الكليه يعني بس مش طالبه تمني كمان ان انت تعلمي اللي اتعلمتيه. جميل. وعلى فكره انتوا عندكم الفرصه ان انتوا تعلموا برضو لو ليكوا اخوات صغيرين ان انتوا تعلموهم اللي اتعلمتوه، لان مش مهم يبقوا بروفيشنالز او يبقوا متخصصين، لكن يبقى عندهم حس جمالي ويعرفوا ازاي يرسموا، مش كده؟ اتمنى لكم كل توفيق.